الفنانة العزيزة علينا أثر الحكيم، تحية طيبة. أنا من أشد المعجبين بك، وأنا معك تماما من حيث أن أسرة الإنسان واستقرار العائلي يساوي الدنيا وما فيها، ولكن لدي سؤال يحيرني كثيرا. لماذا تخفين أولادك إعلاميا حتى أننا لا نعرف حتى صورهم الفوتوغرافية؟ ولكني متفائل جدا لظهورهم معك في برنامج ساعة صفا، حتى زي أولاد نجمتنا العزيزة آثار الحكيم. مع خالص تحياتي، دلال عليش، نيوجيرسي، أمريكا. واو، أمريكا. أيوة. لا، هو بصي بقى أخت دلال، يعني أنت عندك حق في الحكاية دي. يعني هو طبيعي غصب عنهم هيفرض عليهم أنه والدتهم ست مشهورة أو معروفة. أنا بحاول برضو على قد ما أقدر أنهم يعيشوا طفولتهم الحقيقية، يبقوا محبوبين من الناس عشان أخلاقهم بالفعل حميدة، يبقوا بينجحوا في المدرسة ويجيبوا نمر علشان فعلا جاوبوا في الامتحان كويس، مش عشان مامتهم بقى فلانة أو باباهم فلان. حكاية الصور دي بقى، يعني أنا هكون أول واحدة أنزل صورة أي حد فيهم لو مثلا طلع الأول في الشهادة العامة، يعني في الإعدادية كده ولا في الابتدائية طلع من الأوائل، فهتنزل صورته لأن ده مجهوده، مش لأنه ابن آثار الحكيم أو ابن واحدة معروفة أو مشهورة. لأني مش عايزة حكاية برضو الصغر سنهم وإدراكهم، ممكن بقى أصحابهم في الفصل أنا صورتي طلعت في المجلة وأنت لأ، أنت عارفة الأطفال بطفولتهم البريئة يحبوا يحس أنهم مفضلين عن زمايلهم. فأنا أفضل أنهم يبقوا مفضلين بمجهودهم، بنجاحهم، بهواياتهم، برياضياتهم، لكن مش علشان طلع في المجلة علشان ماما تبقى آثار الحكيم، يعني فده السبب الحقيقي. عموما عندك مجموعة رسائل هنديها لك وانت مروحة، ونكتفي بالثلاث جوابات اللي هاخدهم بقى انا في البيت. وتفضلي معانا برضو المكان نكمل ايه اخر بقين صغيرين. بس انتوا اسئلتكم كلها على فكرة مش مفوتة جزئية، يعني احنا نحب نسعد مشاهدينا، ونحب نقرب معجبينك اللي عندهم بعض التساؤلات يعرفوا ردودك يا رب عليها يا رب. عموما دلوقتي نشوف فاكس اخر من جمهورك برضو. الفنانة القديرة آثار الحكيم، سعدنا جميعا بوجودك معنا في ساعة صفا، ولكن تسمح لنا نشوف التليفون. الو 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 ايوه الو الو مساء الخير يا مدام صفاء. مساء النور يا فندم. مساء الخير. مساء النور. معاكي انتصار من المنصوره. اهلا بيكي وباهل المنصوره. اهلا بيكي. بلدي. بلدك. من مدام اثار طلب. نعم. بس هو الطلب مش خاص بمدام اثار بس، هو بحضرتك كمان، ممكن؟ بيا انا كمان. ايه بقى الطلب؟ خير. مساء الخير يا مدام اثار. اهلا وسهلا. اوعي تطلبي مني طبخه بس. احنا نشوف اثار الفنانه واستمتعنا كتير بفنها وحضورها امام الكاميرا، فمن خلال حضورها السريع ده ممكن نشوفها كمذيعه بتحاور مدام صفاء في ساعه صفا؟ يا ريت تقدري تقنعي مدام صفاء بده، واكيد احنا هنستمتع باللقاء السخن. الله الله، دي فكرة هايلة. لا ده انت حد، هي مش اثار مسلطاك انت. صار الاسم ايه؟ انتصار. انتصار، ارجوكي يا انتصار انا بشكرك انك اديتيني الفكرة والفرصة دي، عشان انا لازم اعمل فعلا نفس العملة اللي صفاء عاملاها فيا دلوقتي هعملها فيها. مستنيين نستمتع بقى باللقاء السخن. اللقاء السخن يا ده هي عارفة ده انا هرقدلك. لا ده انا هطلع لك ارشيف قد كده بقى. ميرسي خالص ليك انتصار. ميرسي. اهلا بيك. عموما انتصار بنشكرك جدا. ميرسي يا مدام صفاء. وانا مستنيه يا ساره وهي عامله مذيعه علشان خاطر انا. خدي موافقتها، خدي موافقتها. الاول حضرتك موافقه على الفكره؟ طبعا موافقه، مدام الجمهور يحب اوافق، بس خلي اثار اللي تذيع. اكيد الجمهور هيحب، وانا بقى في الحاله دي هوافق لاول واخر مره اني اعمل مذيعه، لان الحقيقه انا بؤمن جدا انه ادي العيش لخبازه. بس انا ما مش حابه ابدا. ليه مش انت كنت بتذيعي فتره من الفترات؟
ادي فتره التجريبيه اللي هو ايه، بجرب كل حاجه واشوف ايه اللي هحبه وايه اللي هعمل له اكتر يعني. انما الحقيقه اتعرضت عليا كتير حكايه ان يبقى لي برنامج خاص ليا. ليه نور الشريف قدم زمان في التلفزيون المصري برنامج وكان ناجح جدا جدا. طبعا وفاروق الفيشاوي قدم، فاروق الفيشاوي بيقدم وناجح جدا على فكره. ورغده عامله برنامج جميل برضه. ونيلي انا ما عنديش الطقطان بقى اني اعد برنامج وادور واعمل، انما في حلقتك تبقى اول واخر مره اعمل مذيع اعد لك من واحد لقلب. كده انتصار، كده خليتها تنتصر عليا. احنا لازم نتفرج برضه. طبعا أيوة. ان شاء الله احنا الكسبانين، انتوا الكسبانين. فرصه سعيده خالص. مع السلامه. مع السلامه.